واحد من اهم لاعبي منتخب مصر لكره اليد، واحد من الاسماء الكبيره في تاريخ كره اليد المصريه وتاريخ النادي الاهلي في كره اليد، امبارح وقع قلوبنا جميعا الكابتن الكبير كابتن علي زين. نطمن عليه يا كابتن علي، مشرف ومنور. كريم اخبارك ايه؟ اهلا بيك، الاخبار؟ طمنا عليك. انت امبارح وقعت قلبنا، كنا يعني الناس كلها جميع النادي الاهلي كلها فرحانه بالفوز بالسوبر، وفي نفس الوقت زعلانين عليك جدا ومخدودين عليك جدا، وبالتاكيد حابين نطمن عليك. طبعا برحب بيك ورحب كابتن كشري طبعا. حبيبك يا كابتن علي. والحمد لله طبعا على المكسب امبارح، كمان جدا بالنسبه لي وبالنسبه للفريق. ده كان اهم يعني بصراحه، بحب مبسوط جدا المكسب امبارح ده والاجواء الجميله في جماهير واجواء كانت جميله جدا بالنسبه لي بصراحه وبالنسبه للفرقه. بالنسبه لي الحمد لله على كل شيء يعني، قضى اخف من قضى، الموضوع مش حاجه كبيره الحمد لله، حاجه يعني اقل من اللي انا كنت ممكن اكون متخيله الحمد لله، فحاجه كويسه بالنسبه لي. انت امبارح لما وقعت ومسكت ركبتك انا اتخضيت خض، انا وقفت اصلا، كنت انا وقفت. هو بصراحه ما كانش ركبتي، هو انا اكيد انتوا عارفين لما حد بيجي مثلا لا قدر الله تمزق في اي عضله بيحس ان حد خبطه في ظهره او خبطه في العضله نفسها يعني. صحيح. انا كنت فاكر حد خبطني في ظهري، فبصيت ورايا ما لقيتش حد، عرفت التمزق يعني. الحمد لله على كل شيء بصراحه. الحمد لله جت سليمه. وانت خلاص انت كده مش هتلحق النادي الاهلي في كاس الكؤوس مظبوط؟ دي بقى حاجه متاكده لسه، لان احنا المفروض فيها اشاعات ثانيه نعملها مثلا شويه سنور، وان شاء الله بكره هعمل اشعه ثانيه عشان اتاكد، ومفروض الاسبوع الجاي هتبقى اشعه ثانيه برضه عشان اتاكد الموضوع يعني ممكن او مش ممكن وكده. ان شاء الله نحاول نعمل واحد يعمل اللي يقدر عليه ونشوف يعني ان شاء الله. اكيد الناس في رومانيا كلموك يطمنوا عليك مظبوط؟ انا يعني انا جوه الماتش كانوا بعتالي كده وطمنتهم، والحمد لله يعني انا طبعا خلصنا السيزون عشان السيزون يبتدي لسه في شهر 7، في لسه فرصه يعني، في واحد فرصه اللي هو يعمل ريكفري وكده، وخصوصا السيزون ده كان طويل جدا. لان احنا في الصيف اللي فات ده ما كناش ريحنا كلاعيبة المنتخب كلنا عشان خاطر بطوله افريقيا والبحر المتوسط، والصيف اللي قبله كان عندنا الاولمبياد، فاحنا يعتبر يعني ده تالت سيزون لينا ما نريحش في الصيف، فطبعا الموضوع اجهاد كبير جدا يعني، وده في ناس كتير يعني